عندما بدأت إسرائيل حربها في غزة كان الهدف الأول المعلن هو القضاء على حماس، وبعد 9 أشهر وصلت الأمور إلى خلاف إسرائيلي حول اتفاق مع حماس. لكن حرب مع حزب الله وقبل أن تبدأ إن حدثت أصلاً فهدفها المعلن اتفاق، ولا أحد في إسرائيل يتحدث عن القضاء على حزب الله. فما الذي تريده إسرائيل إذن من حرب على لبنان؟ إسرائيل تريد واقعاً أمنياً يحقق لسكان المنطقة الشمالية شعوراً بالأمان يسمح بعودتهم إلى بيوتهم. هذا يمكن تحقيقه باتفاق ينص على إبعاد حزب الله عن الحدود وإزالة مظاهر وجوده هناك، والقرار 1701 يمكن أن يحقق هذا الهدف. ومصادر إسرائيلية لا تستبعد فعلاً أن يكون هذا القرار هو أساس اتفاق التسوية المنشور. فلماذا إذن خوض حرب والقرار قائم؟ والجواب هو تطبيق القرار. إسرائيل عبر الحرب تريد خلق ضغط دولي وإقليمي ولبناني داخلي يؤدي إلى تطبيق جدي للقرار، وذلك عبر قوة عسكرية قوية، الجيش اللبناني بعد أن يتم تعزيزه، وقوات دولية كقوات الناتو مثلاً، ويقف من ورائها المجتمع الدولي. ولضمان التزام حزب الله بالاتفاق تريد إسرائيل عبر تحميل لبنان كبلد ودولة ثمناً باهظاً، بحيث تكون هناك معارضة شعبية قوية لأي خرق مستقبلي من حزب الله للاتفاق. لكن الحرب على حزب الله ليست كالحرب في غزة، فالحزب جزء من دولة ذات سيادة، وهو أكبر عدداً من حماس، وقدراته تفوق قدراتها مرات عدة. وعلى عكس غزة فلحزب الله حدود طويلة مفتوحة مع سوريا، أي حدود مع العراق، فإيران، مع كل ما يعنيه هذا من إمكانيات الإمداد بالسلاح والمقاتلين، ولديه القدرة على تحقيق إصابات دقيقة قادرة على شل الحياة في إسرائيل إلى حد بعيد. وحرب مع حزب الله تعني حرباً مع كامل المحور الإيراني بما فيه رأس المحور إيران. وإزاء هذا الواقع، مصادر إسرائيلية تقول أنهم من أجل خوض مثل هذه الحرب فإسرائيل بحاجة لعلاقة ممتازة مع واشنطن وحلفائها في الغرب، وبالحد الأدنى من التفاهم مع دول المنطقة، وإلى خفض القتال في غزة للحد الأدنى إن لم يكن الوصول إلى اتفاق. ومن جهة أخرى فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المتطرفة تعمل عن قصد لإفساد كل القائمة المذكورة، وهكذا فهي إما لا تريد حربا في لبنان، وإما ستجر إسرائيل إلى هذه الحرب وهي في أضعف أحوالها. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.